بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المحاضرة السادسة في مساق اتجاهات معاصرة في القيادة التربوية لطلبة الماجستير في جامعة ميدوشن، جامعة الجميع الذكية. سنتحدث اليوم عن موضوع إدارة الصراع التنظيمي. سنتحدث في البداية عن السلوك الإنساني، أي محصلة استجابة الفرد للمثيرات المختلفة التي يتعرض لها في بيئته الاجتماعية، وسنعطي لمحة أيضاً عن السلوك التنظيمي، أي سلوك الفرد داخل المنظمات، ولمحة عن الثقافة التنظيمية، ثم سنبدأ بمفهوم الصراع وماهيته وأسبابه ومؤشراته. كما سنتحدث عن فوائد وأضرار الصراع والآثار السلبية والإيجابية للصراع التنظيمي ومراحل تطور الصراع وفق نموذج بوندي، وأيضا عدد من النماذج الأخرى، ومستويات الصراع وأسبابه واستراتيجيات التعامل مع الصراع أو إدارة الصراع، وكذلك سنتحدث عن أدوار القائد لتجنب الصراع. يمكننا التعبير عن السلوك بشكل عام بأنه كل ما يصدر عن الفرد من تصرفات وممارسات، عمل حركي أو تفكير أو كلام أو مشاعر أو انفعالات، فهو محصلة استجابة الفرد للمثيرات المختلفة، وتختلف معايير قياس السلوك الشخصي من مجتمع لآخر، إذ يتفاوت الأشخاص في قدراتهم واستعداداتهم وميولهم واتجاهاتهم الفكرية، وتربطهم شبكة معقدة من العلاقات المتبادلة. وتشير الدراسات أن وراء كل سلوك يقوم به الإنسان دوافع معينة، أي نحن لا نفعل شيء إلا إذا كان هناك ما يحرك الإنسان ويتوقع أن يحصل عليه من هذا السلوك. من هنا تبرز أهمية دراسة السلوك الإنساني ودراسة السلوك التنظيمي للأفراد من خلال الفهم والتفسير والتنبؤ والتحكم لتحسين فعالية المنظمة وتحقيق أهدافها وأهداف العاملين أيضا بنفس الوقت، ولتحسين بيئة العمل من حيث أساليب الاتصال والتحفيز وأساليب القيادة المختلفة الموجودة داخل هذا العمل. ولأن دراسة العلاقة التبادلية بين الفرد والمجموعة والمؤسسة وفهم هذه الأنماط وتوقع الاستجابات السلوكية الناتجة عنها يعمل على تنظيم العلاقة بين هذه السلوكيات، وبالتالي تحقيق المنفعة الأكبر لهذه المنظمة وأيضاً لجميع العاملين فيها، والتحكم بنفس الوقت في النتائج، وكل ذلك يوجد بيئة أكثر فعالية وإنتاج. وهذا ما يجعل السلوك التنظيمي للمؤسسات عبارة عن مثلث تبادل المنفعة بين ثلاثة أضلاع. فإذا فهمت المنظمة دوافع الفرد سوف تفهم كيف توظفها داخل المجموعة، وإذا فهمت آلية تعامل الأفراد مع بعضهم البعض داخل المجموعة الواحدة ستعرف كيف توظف هذا لصالح المنظمة، وإذا فهمت المنظمة أيضا الطريقة المثالية للتعامل مع الأفراد والمجموعات سيعود هذا على الموظفين بالترابط والولاء لهذه المنظمة والعمل بإخلاص من أجلها. يمكننا التعبير عن السلوك الإنساني بأنه الأفعال والنشاطات التي تصدر عن الفرد في حياته العامة أو الخاصة، ويعبر عنها الفرد من خلال علاقاته بمن حوله. وقد يكون هذا السلوك ملاحظ يمكن قياسه، مثل النشاط الفسيولوجي أو الحركي، أو نشاط غير ملحوظ كالتفكير والتذكر، ويعبر عنه الفرد من خلال سلوكاته مع الآخرين ومع نفسه أيضاً. فهو سلوك هادف يسعى إلى تحقيق شيئا ما، ويكون مدفوع بدوافع معينة، قد تكون حاجات ورغبات يريد الفرد من إشباعها. ولابد من ذكر أن السلوك شيء متغير ومتنوع بنفس الوقت، أي يظهر في صور متعددة حتى يستطيع أن يتكيف مع المواقف المختلفة التي يواجه الفرد. ووفقا لذلك فهو سلوك مرن، أي يختلف باختلاف العوامل المحيطة بالفرد، وأيضا هو متعدد الأسباب، أي حسب حاجات الإنسان المتعددة التي يحاول باستمرار لإشباعها وتحقيقها.
السلوك التنظيمي وهو العلم الذي يهتم بشكل مباشر بدراسة السلوك الإنساني داخل منظمة، أي دراسة وتطبيق المعرفة المتعلقة بكيفية تصرف وسلوك الأفراد في هذه المنظمة من حيث الفهم والتفسير والتنبؤ والتحكم، والهدف من كل ذلك تحقيق أهداف المنظمة وأهداف العاملين وتحسين بيئة العمل من حيث أساليب الاتصال والتحفيز وأساليب القيادة أيضا الموجودة داخل المنظمة. وقد عرف أيضا السلوك التنظيمي بأنه المحاولة الشاملة لفهم سلوك العاملين في المنظمة سواء كانوا أفراد أو جماعات، وكذلك تفاعل المنظمة مع بيئتها ومع سلوك العاملين وما يحملونه من مشاعر واتجاهات ومواقف ودوافع وتوقعات، وهو أيضا رد فعل يصدره الأفراد داخل المنظمة، ويتحدد هذا السلوك بمجموعة من العوامل النفسية الموجودة داخل الأفراد. وبالتالي فإن السلوك التنظيمي هو ناتج عن تفاعل البيئة التنظيمية مع القوى الداخلية الموجودة داخل الأفراد، وهذا السلوك يحتكم لمجموعة من القوانين والتعليمات الخاصة بالمنظمة. عرف روبنز السلوك التنظيمي بأنه مجال معرفة يهتم بدراسة التأثير الناتج عن الأفراد والجماعات والهيكل على السلوك داخل المنظمات بهدف تحسين فعالية المنظمة. من هذا التعريف نجد أن السلوك التنظيمي يتكون من ثلاث محاور رئيسة، أولها الفرد حيث يتم التركيز على السمات والخصائص الشخصية التي يأتي بها الفرد للمنظمة ودراسة اتجاهاته وقيمه وميوله لما لها من تأثير على سلوكه وأدائه في هذه المنظمة، وهذا ما يسمى بالسلوك التنظيمي الجزئي. الجماعات حيث يهتم علم السلوك بدراسة الجماعة أيضا وخصائصها وعوامل تماسكها بما يؤثر على السلوك داخل المنظمات، وهذا يسمى بالسلوك التنظيمي الوسطي، ويهتم هذا النوع أيضا بالقيادة والاتصالات. بينما الهيكل التنظيمي هو إطار العمل داخل هذه المنظمة، وبالتالي يسمى السلوك التنظيمي الكلي، حيث يحدد شكل العلاقات الرسمية وكيفية التنسيق بين الوظائف بما يحقق أهداف المنظمة، ويركز أيضا على ثقافة وقوة المنظمة والإبداع التنظيمي. ويركز السلوك التنظيمي على السلوك الملحوظ كالعلاقات مع زملاء العمل، ويهتم بجوانب شخصية مثل طريقة التفكير والإدراك والاتجاهات. أهمية السلوك التنظيمي وأهدافه. تحدثنا في المحاضرات السابقة عن العنصر البشري وأهمية الاستثمار في العنصر البشري، وبما أن السلوك التنظيمي يركز على سلوكيات وتفاعلات العنصر البشري الذي يعتبر أهم عناصر الإنتاج في المنظمة، لذا فإن نجاح هذه المنظمة سيكون مرهون بنجاح وتفعيل العنصر البشري وتحسين أدائه باستمرار. وهذا هو دور علم السلوك التنظيمي، حيث يساعدنا على فهم السلوك الإنساني والتنبؤ به والسيطرة عليه، وهذا الفهم سوف يؤثر بدرجة كبيرة على نواتج العمل الاقتصادية، فكلما زاد فهمنا كلما ارتفع أداء المنظمة. كما يساعدنا للتعرف إلى مسببات السلوك، أي التنبؤ بالسلوك من خلال معرفة مسبباته، وبالتالي التوجيه والسيطرة والتحكم في هذا السلوك من خلال التأثير في المسببات نفسها. وبالنسبة للقائد، يمكن القائد من فهم وتفسير السلوك والممارسات والمبادرات وردود الأفعال التي تصدر من العاملين، وفهم طبيعة هذه الدوافع والقيم التي تحكم السلوك، ومعرفة طبيعة الضغوط ومجريات ووسائل الاتصال، وبالتالي استخدام النمط القيادي المناسب. كما يمكن القائد من إدارة السلوك وتوجيهه نحو تحقيق الأهداف المطلوبة من خلال الدعم الإيجابي للسلوك المرغوب وبناء الحوافز والدعم الملائم للعاملين. وأيضاً يسعف القائد في اختيار نمط الاتصال المطلوب وأسلوب القيادة المناسب، وبالتالي تهيئة المناخ وظروف العمل الإيجابية التي تساعدنا في تخفيف الضغوط وجعلها عند المستوى الفعال، حيث
يسهم ذلك في تحقيق أهداف المنظمة ووضع استراتيجية مستقبلية أيضاً لتنمية وتطوير سلوك الأفراد والجماعات داخل هذه المنظمة. ومن السلوك التنظيمي إلى الثقافة التنظيمية. بدءاً بالثقافة، الثقافة تعبر عن روح الشعوب وتطلعاتها، وهي الإرث الحضاري المتراكم المتفق مع الفطرة الإنسانية والتي تصبغ الأفراد بالسلوكيات ليعيشوا معاً في جماعات وتحدد تصرفاتهم وأعمالهم في هذه التنظيمات. وقد عرف تايلور الثقافة بأنها الكل المعقد الذي يشتمل على مجموعة من المعلومات والمعتقدات والفن والأخلاق والعادات وأي قدرات أخرى اكتسبها الإنسان بحكم عضويته في المجتمع. وتعد الثقافة التنظيمية امتداد للثقافة المجتمعية السائدة، فسلوك الفرد لا يتولد من فراغ فكري يعيشه، وإنما هو نتاج للسلوك المجتمعي والرموز والقيم والمفاهيم التي يعتنقها الأفراد، تعتبر المكونات الأولية لثقافة هذا المجتمع. وفي بداية الثمانينات ظهر ما يسمى بنظرية الثقافة التنظيمية، وفحوى هذه النظرية أن لكل منظمة ثقافتها الخاصة، وهذه الثقافة تتكون من الجوانب الملموسة للمنظمة والقيم والافتراضات الأساسية التي يكونها الأفراد حول منظماتهم وبيئتهم الخارجية. ومن هذا المنطلق تعبر الثقافة التنظيمية عن القيم التي يؤمن بها الأفراد في منظمة ما، والتي تؤثر بدورها في سلوك الأفراد، حيث تمثل الثقافة التنظيمية الممارسات السلوكية الناجمة عن تفاعلات الأفراد بين بعضهم البعض وتؤدي إلى مستوى أداء معين في المنظمات، كما تعبر عن مجموعة القيم والمعتقدات والمفاهيم وطرائق التفكير المشتركة بين قادة المنظمة وأفرادها، ويتم تعليم الأفراد الجدد بثقافة هذه المنظمة. وتشكل الثقافة التنظيمية منهج تفكير أعضاء المنظمة وإدراكاتهم بشكل عام، فحيث تؤثر على سلوكهم وتؤثر أيضاً في أسلوب ملاحظاتهم وتفسيرهم للأشياء داخل المنظمة وخارجها، مما ينعكس على سلوك الأفراد وتجانس الممارسات الإدارية في المنظمة، وبالتالي تحقيق رسالة المنظمة وأهدافها. وإذا كان ثمة اختلاف في شكل أداء المنظمات وطريقتها تبعاً لثقافة كل منظمة، فالمنظمات التربوية لها ثقافتها الخاصة التي تتكون من القيم والمبادئ والتقاليد التي تصف التفاعل الإنساني مع النظام، وبالتالي تزداد أهمية الثقافة التنظيمية بالنسبة للمديرين، حيث أن هذه الثقافة لها تأثير واضح في الخطوط العريضة للأوامر والتعليمات التي يوجهها القادة إلى العاملين. والإدارة التربوية تعطي اهتمام بالغ لبيئة العمل في المؤسسات التربوية وثقافة العاملين فيها، لاقتناع الراسخ بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية للأمة والمحدد الرئيس للإنتاج. ومن هنا لابد من اهتمام المؤسسات التعليمية بالثقافة التنظيمية بما تتضمنه من قيم وأخلاقيات واتجاهات وعادات وأفكار توجه سلوك الأفراد في المنظمات الإدارية التي يعملون بها، وتؤثر أيضاً في فعاليتها وكفاءتها الإنتاجية. خصائص الثقافة التنظيمية: تستمد الثقافة التنظيمية خصائصها من خصائص الثقافة العامة في المجتمع من ناحية، ومن خصائص المنظمات الإدارية من ناحية أخرى، ويمكن تحديد خصائصها فيما يأتي. أولاً الإنسانية، فالثقافة صفة إنسانية لأن الإنسان هو الوحيد الذي يصنع الثقافة ويبدع عناصرها ويرسم محتواها عبر العصور، وهي بدورها تشكل هويته. والثقافة التنظيمية لها سمة الإنسانية لأنها تتشكل من المعارف والحقائق والمدركات والمعاني والقيم التي يأتي بها الأفراد إلى التنظيم وتتكون لديهم خلال تفاعلهم مع هذا التنظيم. الاكتساب
والتعلم، حيث أن الثقافة ليست فطرية بل تنتقل من فرد إلى آخر عن طريق الاكتساب والتعلم من المجتمع المحيط بالفرد. فكل مجتمع له ثقافته المحددة في الزمان والمكان المعينين، والفرد يكتسب الثقافة من الوسط الاجتماعي من خلال الأدوار التي تقوم بها مؤسسات التنشئة الاجتماعية من الأسرة والمدرسة ومكان العمل. الاستمرارية، ونعني بها أن الثقافة تحتفظ بكيانها لعدة أجيال رغم ما تعترض له المجتمعات أو المنظمات الإدارية من تغيرات مفاجئة أو تدريجية. فالثقافة لها خاصية الاستمرار بتوارث الأجيال لها عبر الزمن، ولها القدرة على الإشباع وتزويد الأفراد بمستوى التوازن، الأمر الذي يدعم استمرار العادات والتقاليد والأنماط السلوكية. التراكمية، وتأتي هذه الخاصية كنتيجة حتمية للخاصية السابقة وهي الاستمرارية، حيث أن استمرار وجود الثقافة يؤدي بالضرورة إلى تراكم السمات الثقافية وبالتالي تعقد وتشابك العناصر الثقافية المكونة لها. الانتقائية، حيث يعمد كل جيل إلى القيام بعمليات انتقاء للعناصر الثقافية بقدر ما يحقق إشباع حاجاته حتى تجعله متوافق مع البيئة الاجتماعية والطبيعية. فالمجتمع الإنساني له خاصية انتقاء الخبرة من رصيدها المتراكم عبر الأجيال. القابلية للانتشار، من خلال عملية احتكاك الأفراد والمجتمعات ببعضها البعض يتم انتقال بعض العناصر الثقافية داخل محيط الثقافة نفسها أو من ثقافة مجتمع إلى ثقافة مجتمع آخر. وتختلف عملية انتشار الثقافة من حيث السرعة والفعالية تبعا لما هو متوقع من فائدة. التغيير، يحدث التغيير في كافة العناصر المادية والمعنوية، ويكون عادة أمر سهل ومرن في العناصر المادية، بينما يكون أكثر صعوبة على الأفراد في العناصر المعنوية. التكاملية، بهدف تحقيق التكيف والانسجام مع المتغيرات المختلفة التي تحدث في المنظمة، فالتكامل هو قوة للثقافة التنظيمية والعكس صحيح، حيث يعد كل قصور أو تعارض بين العناصر الثقافية عامل ضعف لهذه الثقافة. وبما أن السلوك الإنساني وثقافة المنظمة والسلوك التنظيمي جميعها تسهم في تشكيل سلوك الأفراد والحفاظ على هوية المنظمة، وبالتالي تحديد ثقافة المنظمة الخاصة بها وتحديد دور الأفراد في هذه المنظمة، مما يساعد في فهم سلوك الأفراد وتوحيد القيم ومعايير الأداء المتميز بين العاملين. وبما أن المنظمة هي وحدة اجتماعية تضم أفراد يمارسون أنشطة مختلفة وأهداف معينة، يرتبطون بعلاقات اجتماعية متعددة، فلا يتوقع أن يسود مناخ دائم ومستمر من الوفاق والوئام بين أفراد المجموعة الواحدة، فلا بد أن تحدث بعض الخلافات والتناقضات التي قد تصل أحياناً إلى درجة الصراع. وبالنسبة للصراع، فلقد عكست المدارس الإدارية تباين واضح بشأنه، حيث نظر إليه الكلاسيكيون على أنه قوة سلبية في العمل التنظيمي يجب تجنبه ومنع حدوثه قدر الإمكان. لهذا اعتبروا النظام المغلق والقوانين واللوائح والإجراءات والهياكل هي وسائل مهمة لتوجيه الصراع من أجل تحقيق الفعالية التنظيمية وتحقيق الأهداف. أما اليوم فقد اختلفت النظرة إلى الصراع بشكل كبير، حيث أن الصراع أصبح أمر مرغوب فيه لأنه يولد نوع من القلق والإحباط يجعل تنفيذ العمل بأسلوب يختلف عن المعتاد، وبالتالي تخطي العقبات وحل المشكلات. فالقلق أحياناً يساعدنا على إثارة الإبداع.
لذلك فالاتجاه الحديث ليس تجنب الصراع، بل على العكس كيفية إدارة هذا الصراع بحيث تكون المنظمة قادرة على تكييفه لمصلحتها وتحقيق أهدافها. وتتضمن عملية إدارة الصراع المحافظة على ما يسمى بحالة التوازن، فعندما يكون الصراع أقل من الحالة المرغوب فيها فإن ذلك يؤدي إلى الجمود واللامبالاة، مما يستدعي استخدام استراتيجيات لإثارة الصراع داخل المنظمة. أما إذا كان الصراع أكثر من الحالة المرغوب فيها فذلك أيضا يؤدي إلى الفوضى وانعدام السيطرة، فبالتالي المطلوب هو التوازن، وهذا يتطلب استخدام استراتيجيات لتخفيف حدة الصراع إذا كان الصراع أكثر من الحالة المطلوبة، أو استخدام استراتيجيات لإثارة الصراع إذا كان الصراع أقل من الحال المرغوب بها. الصراع لغة نافس شيء بالغ فيه ورغب، ونافس فلانا أي سابقه وبراه من غير أن يلحق الضرر به. ومن هنا نجد الاختلاف بين الصراع والتنافس، حيث أن الصراع سلوك هدفه إعاقة الطرف الآخر، ويعبر عن حالة من تعارض في المصالح والأهداف والأفكار والفلسفات والتوجهات، بينما التنافس الوصول إلى الهدف دون محاولة الإعاقة أو الإساءة أو الإضرار بالطرف الآخر، وبالتالي هو عملية اجتماعية محفزة ومنشطة للقوى الإنسانية. وفي ضوء التباين الفكري حول مفهوم الصراع فقد تم تعريفه بأشكال مختلفة، فأشار إليه البعض بأنه نوع خاص من التفاعل يلاحظ من خلال المحاولات المبذولة لعرقلة أو الإساءة إلى جهود ما، ومن خلال هذه المقاومة نجد أن عملية الصراع قد تشكلت بين طرفين أو بين جماعة معينة. وقد عرف الصراع بأنه عملية تبدأ حينما يدرك أحد الأطراف أن الطرف الآخر يؤثر أو سوف يؤثر سلباً على كل شيء يهتم به الطرف الأول. كما عرف الصراع بأنه حالة اضطراب وتعطيل لعملية القرار، بحيث يواجه الفرد أو الجماعة صعوبة في اختيار البديل الأفضل. كما عرف بأنه نضال علني بين اثنين أو أكثر من الجماعات في منظمة ما، أو بين اثنين أو أكثر من المنظمات، يحدث عندما تتعارض أنشطة أحد الأطراف مع نتائج أو جهود الطرف الآخر، قد يكون بسبب ندرة الموارد أو محدودية الفرص. بشكل عام مما تقدم نجد أن التباين في المفاهيم هو تباين ظاهري وليس جوهري. الصراع هو تعبير شمولي عن الحالة أو الموقف الناشئ من عدم التوافق بين الأهداف والفلسفات والقيم والحاجات بين طرفين أو أكثر للحصول على المركز المرغوب فيه من قبل هذه الأطراف. أسباب الصراع ومؤشراته: يحدث الصراع في أشكال عدة، ويمكن أن يتواجد في مستويات مختلفة في المنظمة، ومن أهم أسبابه عدم توافق الأهداف، وتتمثل في اختصار الأهداف على النخبة أي حصر تبادل الأهداف بين مجموعة معينة من الأفراد، المنافسة على الموارد لمحدوديتها أو ندرتها، واختلاف في توجهات الوقت. ومن أسباب الصراع أيضا مشاكل في تصميم الهيكل وتصميم العمل، وتتمثل في اعتمادية المهام ما بين الأقسام وتداخل المراكز أي الازدواجية، وكذلك عدم وضوح المسؤوليات وتغيير في الصلاحيات وسوء معايير الأداء والمكافآت، وأيضا نقص في توافر البدائل أو الخبرات التي لا يمكن الاستعاضة عنها. ومن أسباب الصراع أيضا صراع الأدوار، ويتمثل في تغيير توقعات الأدوار بين الأفراد وتغيير في معايير الأداء والمكافآت. وأيضا من أسباب الصراع بشكل عام الجو المشجع والمحفز على هذا الصراع من خلال وجود أفراد بقيم وتوقعات ومدركات مختلفة، والمزيج من الثقافات المختلفة أي ما يسمى بالصراع الثقافي. كما يمكن تقسيم أسباب الصراع إلى الأسباب التنظيمية والأسباب الشخصية، وتعود الأسباب التنظيمية إلى عدم وجود هياكل تنظيمية أو ضعف هذه الهياكل، وعدم وضوح الاختصاص والواجبات والمسؤوليات
لكل وظيفة وعدم وجود إدارة للمعلومات وبالتالي عدم الاستقرار البيئي داخل المنظمة. كما قد تعود أيضا الأسباب التنظيمية إلى محدودية الموارد والتداخل بين الأنشطة المختلفة وعدم وجود نظام اتصال فعال بينها واختلاف في الاتجاهات والقيم والمصالح وتفاوت المعايير المتبعة لتقييم الأداء والحوافز وتعدد المستويات الإدارية. وبالنسبة للأسباب الشخصية قد تعود إلى تفاوت الخلفيات الثقافية والاجتماعية والتعليمية لدى الأفراد ومستوى الإدراك والمستوى الثقافي والمعرفي والاتجاهات وأيضا اختلاف في المهارات. وقد يعود أيضا إلى عدم الرضا عن العمل وبالتالي عدم تعاون الأفراد لتحقيق أهداف هذه المنظمة، ويعود أيضا إلى نمط وطبيعة بعض الأشخاص الذين لا يرغبون بالتعاون ويحفزون العمل الفردي على العمل الجماعي. وننتقل من أسباب الصراع إلى مؤشرات الصراع، وهي مجموعة من المؤشرات التي تدلنا على بداية وجود الصراع. ومن الضروري الإشارة هنا بأن الجذور العميقة لأسباب الصراع تنبع من المحيط التنظيمي المتمثل بالبيئة والاستراتيجية والتكنولوجيا والثقافة والهيكل داخل المنظمة. ومن هذه المؤشرات انعدام الثقة والاحترام بين العاملين، تشويه وتحريف المعلومات، وبالتالي تزايد الخلافات داخل الجماعات، ورداءة الاتصالات الأفقية والعمودية في المنظمة، وانخفاض الروح المعنوية، وفقدان التعاون والعمل الجماعي، وزيادة في القواعد والتعليمات بغرض الضبط. ومن خلال دراسة التطور الفكري لمفهوم الصراع نجد أن هناك اتجاهان مختلفان، حيث أن النظرة التقليدية للصراع هو ظاهرة سلبية، حيث يؤثر على التنظيم ويظهر نتيجة لمشاكل شخصية فيه، ويترتب عليه ردود فعل غير مناسبة من الأفراد المتأثرين به، ولا بد أن تلعب السلطة أو القيادة دور فعال لمنع حدوثه بالأساس. وعلى النقيض تماما نجد النظرة التفاعلية للصراع، النظرة الحديثة للصراع بأنه ظاهرة طبيعية وأمر لا مفر منه، وهو حقيقة قائمة في كل المنظمات، بل هو أيضا عنصر أساسي في التغيير ويحقق العديد من النتائج الإيجابية. بل على العكس أيضا غياب الصراع يعتبر ظاهرة غير صحية، حيث أن الصراع بحد معين يعود بالنفع العام على المنظمة ويحافظ على ميزتها التنافسية. وبناء على تلك الافتراضات أصبح من الضروري تطبيق مدخل جديد لإدارة الصراع باستخدام استراتيجيات مختلفة يتم من خلالها تحويل الصراع إلى منافسة مثمرة. الآثار السلبية للصراع التنظيمي. تمتد آثار الصراع لتشمل عدد من النواحي، حيث أن هناك آثار سلبية عديدة تحدث نتيجة أي صراع تنظيمي من ناحية الموظفين وبيئة العمل الداخلية، مثل إيجاد حالة من التوتر والخوف بين الموظفين، وإيجاد حالة من تعارض في الغايات والأهداف والمصالح، وبالتالي السعي لتحقيق غايات شخصية تخدم فرد معين أو جهة معين على حساب المصلحة الجماعية. ويسهم الصراع في حدوث تعطيل وضرر بأداء النشاطات الوظيفية في المؤسسات والمنظمات والتأثير على وضعها الحالي، وذلك بسبب تضارب القيم والاتجاهات بين الموظفين. ومن أهم آثاره أيضاً تعطيل وسائل اتخاذ القرار بشكل كبير وصعوبة اختيار البدائل المناسبة التي تدعم أهداف المؤسسة. وبالنسبة للأداء الوظيفي تتمثل الآثار السلبية للصراع من حيث انخفاض مستوى الأداء الوظيفي بشكل عام، انخفاض مستوى الرضا الوظيفي، وتهديد بقاء منظمات العمل وقدرتها على التطور والارتقاء بالمستوى المطلوب،
وضعف استراتيجيات العمل بشكل عام. بالتزامن مع ارتفاع نسبة الخسائر المادية بسبب آثار الصراع السلبية وضياع الخبرات والجهود وفرص التعاون بين فريق العمل. وبالنسبة للإدارة وتحقيق أهداف المؤسسة، تتمثل الآثار السلبية للصراع من حيث ضعف تجديد وتطوير أساليب الإدارة، انخفاض إنتاجية العمل للمنظمة، وبالتالي صعوبة تلبية مطالب العملاء، صعوبة تنفيذ الإجراءات التنظيمية، وضعف قدرة الإدارة على تكوين الهيكل التنظيمي بشكل مناسب مع متطلبات العمل، وضعف المنافسة وعدم القدرة على إدارة الموارد المالية وتخصيصها للأفراد، وتفاقم العقبات والمشكلات بين أعضاء الفريق وسوء التواصل بينهم. وبالنسبة لسوق العمل أيضاً، تتمثل الآثار السلبية بانخفاض فرصة التميز في الأداء، عدم القدرة على تقسيم مراحل الأعمال وإدارة الوقت في المنظمات، وعدم القدرة على توظيف المهارات الفكرية والإبداعية في هذه المنظمات، وأيضاً تشتت الآراء وإيجاد حالة من ضعف التركيز والتنظيم في أداء المهام في مكان العمل. قبل أن نكمل موضوعات المحاضرة، فكر معي الآن. تحدثنا عن الآثار السلبية المتعددة للصراع، الآن سنتحدث عن الآثار الإيجابية للصراع. برأيك، ما هي فوائد الصراع؟ هل يمكن أن يكون للصراع فوائد؟ فكر معي قليلاً. الآثار الإيجابية أو فوائد الصراع: يحقق الصراع التنظيمي وفقاً للمنظور الإيجابي الكثير من الفوائد، حيث أشار بوندي بأن الصراع يمكن أن يحفز الإبداع والتكيف واتخاذ القرارات المناسبة نتيجة لتقديم وجهات نظر عديدة ومتباينة من العاملين. فضلاً عن ذلك، فإن الصراع يعد ظاهرة صحية من الناحية السيكولوجية أو النفسية، ومن الناحية السوسيولوجية أو الاجتماعية، حيث أنه صحي من الناحية السيكولوجية لأنه يسمح للأفراد بالتعبير عن الإحباطات ويمثل مجالاً للتنفيس عنها، ويكون صحياً من الناحية السوسيولوجية لأنه يشجع على رفض الوضع الراهن والبحث عن ظروف تساهم في التغيير الاجتماعي. ويعزو بعض المفكرين إلى أن الصراع يسهم في إيجاد الظروف نحو الديمقراطية من خلال تشجيع واحترام التنوع في وجهات النظر، وكذلك فإن التوجهات الإيجابية نحو الصراع حذرت من المستوى المنخفض جداً للصراع، وأشارت بأن ذلك يقود إلى نتائج سلبية، منها اتخاذ قرارات غير جيدة، أفكار قليلة، اللامبالاة والجمود. يمكن ذكر بعض النقاط في فوائد الصراع: القدرة على التعامل مع المشكلات، إثارة الاهتمام وحب الاستطلاع لدى الأفراد، وبالتالي المزيد من البحث في مسألة الاختلاف، التشجيع على التغيير وتعلم مهارات جديدة، اتخاذ قرارات مدروسة وجيدة، إبراز القدرات الكاملة لدى الأفراد، وإيجاد حلول ابتكارية جديدة للمشكلات، وأيضا يوفر فرصة للتغيير نحو الأفضل، ويشجع أيضا من احترام التنوع الثقافي وأيضا التنوع في وجهات النظر، وإتاحة أيضاً الفرصة للعاملين للتعبير عن آرائهم. لابد من التركيز على أن مستوى الصراع يجب أن يكون مستوى متوازن، حيث أن الصراع في المستوى المتوازن يكون مصدر لتغيير الحاجات ومصدر لزيادة دافعية العاملين نحو الأفكار الإبداعية. ولكن عند غياب الصراع، فذلك يشير إلى جمود العاملين وعدم مشاركتهم، وبالتالي يعيق تطور المنظمة.
وبالنسبة لزيادة حدة الصراع يؤدي أيضا إلى تحطيم معنويات العاملين ومنعهم من إنجاز أعمالهم بكفاءة. وبالتالي المستوى المطلوب للصراع هو ما يسمى بالمستوى المتوازن أو مستوى الصراع المتوازن، الذي يدعم جهود المنظمة ويحافظ على بقائها في السوق، أي الميزة التنافسية. يمر الصراع بعدة مراحل، ويعد نموذج بوندي من أشهر النماذج التي حاولت توضيح مراحل الصراع التنظيمي، حيث قسم بوندي مراحل الصراع إلى 5 مراحل. أولها مرحلة الصراع الكامن أو غير الظاهر، وهو صراع ينشأ نتيجة المنافسة على الموارد أو التباين في الأهداف أو الاعتمادية ما بين الأقسام وغيرها، وتكون عملية نشوءه سهلة ما لم يتم إدارة الموقف بحذر لتجنبه. وتتسم هذه المرحلة بعدم وضوح الصراع، مع وجود عوامل مؤدية إلى الصراع كالعلاقات المتبادلة بين أطراف الصراع، اختلاف الأهداف والأولويات، البيروقراطية، واختلاف معايير تقييم الأداء والمنافسة على الموارد. المرحلة الثانية هي مرحلة إدراك الصراع أو الصراع المدرك، حيث تبدأ هذه المرحلة عندما تدرك مجموعة من أصحاب المصالح أن أهدافها قد تأثرت سلباً بتصرفات مجموعة أخرى، حيث يقوم كل طرف بتحليل الأحداث وإعداد السيناريوهات المحتملة حول المشاكل مع الطرف الآخر. ويكتشف المدير في هذه المرحلة بأن أنشطة وسلوك جماعة أو قسم معين يعمل على إعاقة تحقيق أهداف جماعة أخرى. المرحلة الثالثة هي مرحلة الشعور بالصراع، ليصبح صراع محسوس. وفي هذه المرحلة تبدأ الوحدات المتصارعة في تنمية وتجهيز ردود الفعل تجاه بعضها، ويبدأ المدير بتشخيص الصراع وإلقاء اللوم على الأفراد نتيجة الصراع الحاصل، ويتبلور الصراع بشكل أكثر وضوح وأكثر تعبير في هذه المرحلة عن المرحلة السابقة. والمرحلة الرابعة هي مرحلة إظهار الصراع، هنا يتجسد الصراع في صور مختلفة، فقد يكون واضح مشاحنات لفظية وعنف، أو غير واضح مثل إصابة طرف معين بالإحباط نتيجة عدم تلبية طلباته أو تحقيق أهدافه. وفي الصراع الظاهري أو الصراع العلني يظهر بشكل مفتوح، فكل جماعة تناضل بشكل علني لإعاقة أو تعطيل أهداف الجماعة الأخرى. المرحلة الخامسة مرحلة ما بعد الصراع، يتم فيها تسوية الصراع وتحقيق التغييرات الضرورية، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مرضي بحيث تقر أحد الأطراف بأنها الخاسرة، فستكون هناك جولة جديدة محتملة من عودة الصراع، ولكن بمستويات أكثر خطورة من السابق. لذلك لابد من حل الصراع بشكل مرضي للطرفين لإعادة التعاون فيما بينهم. ومن النماذج الأخرى التي تعبر عن مراحل الصراع نموذج رحم، حيث يتألف هذا النموذج من 5 مراحل. المرحلة الأولى ظروف ما قبل الصراع، وتشمل الظروف المتواجدة التي تكون قبل الصراع بين الأطراف والجماعات، مثل السلوكيات والهياكل والتنظيمات، وهذه الظروف هي التي تؤدي إلى نشوء الصراع. المرحلة الثانية هي مرحلة التغيرات السلوكية، وتحدث عند نشوء الصراع، والتي تشير إلى السلوك العدائي أو السلوك المتشدد المرافق للأطراف المتعارضة، ويتوجه اهتمام المجموعة من إنجاز الأهداف، ويبدأ كل طرف أو حزب في هذه المرحلة بالنظر إلى الطرف الآخر كعدو، مما يؤدي إلى الانتقال إلى المرحلة الثالثة وهي تشكيل الهيكل، حيث يلجأ الأفراد إلى الاعتماد على القوانين واللوائح والاتصالات المكتوبة واستخدام الألقاب الرسمية، أو بعبارة أخرى يصبح الصراع مؤسساتي. وفي المرحلة الرابعة مرحلة القرار،
يتم اللجوء إلى التفاوض لحل الصراع بين الأطراف المتصارعة. والمرحلة الخامسة، وهي مرحلة ما بعد الصراع، يتم الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، أو قد يشعر أحد الأطراف بالخسارة، وهذا ما يؤدي إلى صراع كامل. من هنا يمكننا القول أن في كل مرحلة من مراحل الصراع، فإن الضرورة تستدعي معالجة الصراع من خلال استخدام الاستراتيجيات التي تتلائم مع الموقف الذي يسبب لهذا الصراع. مستويات الصراع: تتعدد مستويات الصراع، منها الصراع داخل الفرد نفسه، أو ما يسمى بالصراع الفردي أو الذاتي، وهو الصراع الذي يحدث داخل الفرد لعدم قابليته للتعامل بنجاح مع دوره، أو ما يسمى بضغوط الدور. الصراع بين الأفراد يعبر عن الحالة التي تصيب اثنين أو أكثر من أعضاء المنظمة في نفس المستوى أو من مستويات مختلفة. والصراع داخل الجماعة الواحدة هو صراع يحدث ما بين أعضاء جماعة، أو بين اثنين أو أكثر من الجماعات الفردية داخل الجماعة الواحدة الكبيرة. والصراع ما بين الجماعات هو الصراع الذي يحدث ما بين اثنين أو أكثر من الوحدات أو الجماعات داخل المنظمة. ومن مستويات الصراع كما تحدثنا الصراع داخل الفرد، والذي يحدث لعدم قابلية الفرد للتعامل بنجاح مع دوره أو ضغوط الدور، وقد يكون بين هدفين إيجابيين مثل الاختيار بين خيارين لهما الميزات والخصائص نفسها، أو بين هدف إيجابي وآخر سلبي مثل توفر فرصة للترقي ولكن في بيئة عمل غير صحية وغير ملائمة. وقد يكون أيضا الصراع بين هدفين سلبيين مثل طلب الاختيار بين النقل البعيد أو الوظيفة الأدنى. ومن مستويات الصراع، الصراع بين الأفراد، وهو الصراع الذي يحدث بين اثنين أو أكثر من أعضاء المنظمة في نفس المستوى أو مستويات مختلفة. ويبرز هذا الصراع بين الأفراد لأن كل شخص مختلف بخبرته وثقافته، مثل الصراع بين المشرف التربوي وأحد المعلمين. وقد يعود هذا الصراع إلى قلة التواصل المفتوح، والذي يؤدي إلى ظهور الشك المتبادل وعدم الثقة والتناقض في الأدوار، كأن يكون هناك شخصان ينظر كل منهما لدوره ولدور صاحبه بشكل مختلف. وقد يكون بسبب الصراع القيمي، ويحدث عندما يكون لدى شخصين توقعات وآمال وأفكار متباينة ومختلفة، وبالتالي عدم توافق الأهداف والحاجات، كما قد يحدث نتيجة اختلاف الأفكار حول الكيفية التي تؤدى بها مهمة معينة. ومن مستويات الصراع، الصراع بين الجماعة، الذي يحدث ما بين أعضاء جماعة واحدة، أو بين اثنين أو أكثر من الجماعات الفرعية داخل الجماعة الواحدة. وتعود أسباب الصراع إلى عدم فهم الأعضاء لأهداف الجماعة، وإلى الروتين القاتل الذي يقيد حركة الأعضاء والقيادات في اتخاذ المواقف. وأيضا يعود الصراع إلى عدم توزيع المهام بشكل واضح ومناسب، بحيث يستنفذ الوقت والجهد ويشتت العمل والعلاقات الوظيفية. كما قد يعود الصراع بين الجماعة إلى الاختراق الأمني للجماعة ودخول أفراد هدفهم تدمير الجماعة وإضعافها. ومن الأسباب أيضا الارتخاء التنظيمي والضعف الإداري وعدم القدرة على متابعة كل أمور الجماعة ومواقعها وأنشطتها. وبالنسبة للصراع بين الجماعات، وهو الصراع القائم بين اثنين أو أكثر من الوحدات أو الجماعات داخل المنظمة، وهو يعبر عن نزاع بين الوحدات التنظيمية المختلفة على بعض المسائل مثل اعتمادية المهام أو قلة المصادر أو توزيعها أو عدم ملائمة المركز، مثل النزاع الذي ينشأ بين قسم الإنتاج والتسويق على سبيل المثال، أو الصراع بين مستويات السلطة الإدارة العليا والوسطى والإدارة الوظيفية إدارة المناهج أو الإدارة المدرسية. وقد يحدث الصراع بين جماعتين بسبب تعارض الأهداف، التنافس على الموارد المحدودة، الاختلاف في الإدراك واختلاف هوية الجماعة
وأيضا بسبب العلاقات الاعتمادية. ويمكن وجود أيضا نوع آخر من الصراع، وهو الصراع ما بين المنظمات، ويحدث بسبب المنافسة بين المنظمات المختلفة لزيادة حصولها على موارد تمكنها من القيام بأعمالها بصورة أفضل من غيرها، وقد يكون أيضا عن طريق إيجاد معوقات للمنظمات الأخرى لعدم تحقيق أهدافها. وللصراع مستويات مختلفة. أول هذه المستويات الصراع الفردي أو الذاتي الانترابيرسونال، وهو الصراع الذي يحدث داخل الفرد لعدم قابليته للتعامل بنجاح مع دوره، أي ما يسمى بضغوط الدور. مثال على الصراع الذاتي: فرد ما يطلب منه أداء مهمة غير متوافقة مع أهدافه أو قيمه أو ظروفه العائلية. المستوى الثاني هو المستوى الصراع الذي يكون بين الأفراد، وهو صراع يحدث بين اثنين أو أكثر من أعضاء المنظمة في نفس المستوى أو مستويات مختلفة. مثال على الصراع بين الأفراد: فردان أو أكثر يحاولان الحصول على منصب معين، الترقية، ويسمى أيضا بتصادم الشخصيات. المستوى الثالث هو مستوى الصراع الذي يكون داخل الجماعة الواحدة الانترا جروب، وهو صراع يحدث ما بين أعضاء جماعة أو بين اثنين أو أكثر من الجماعات الفرعية داخل الجماعة الواحدة. ومثال على الصراع داخل الجماعة: الصراع بين العاملين المشرفين والعمال في ذات الوحدة لاختلاف توقعات الأدوار فيما بينهم. المستوى الرابع من مستويات الصراع هو الصراع الذي يكون بين الجماعات المختلفة داخل المنظمة الانتر جروب، وهو الصراع الذي يحدث بين اثنين أو أكثر من الوحدات أو الجماعات داخل المنظمة. مثال على الصراع بين الجماعات: الصراع الذي يحدث بين الوحدات التنظيمية المختلفة على بعض المسائل مثل اعتمادية المهام أو عدم ملائمة المركز، وهو الصراع الذي ينشأ بين قسم الإنتاج والتسويق على سبيل المثال، أو بين الاستشاريين والاختصاصيين. تحدثنا عن الصراع، أسبابه ومسبباته ومراحله ومستوياته المختلفة. سنتحدث الآن عن الأساليب العامة لإدارة هذا الصراع من خلال تشخيص أسباب الصراع وجمع المعلومات ومعرفة مصادره والتركيز على الأسباب الحقيقية المؤدية لهذا الصراع، كما يمكن اللجوء إلى طرف ثالث محايد للتدخل بين الأطراف المتصارعة ليقوم بتهدئة الموقف باستخدام المعلومات والإيضاحات المتوفرة له. ويمكن إدخال أيضا المستويات العليا لتنفيذ القواعد والأنظمة وفرض حل معين واحد من قبل القيادة لحل هذا الصراع. ومن الأساليب أيضا المواجهة والمصارحة وعرض المشكلة دون مجاملة لمناقشة الأسباب الحقيقية بين الأطراف المتصارعة بشفافية وموضوعية. قبل الحديث عن استراتيجيات إدارة الصراع، لابد للقائد أن تتوفر لديه العديد من المهارات لتؤهله لإدارة الصراع، حيث تحتاج عملية إدارة الصراع لمهارة التفاوض الناجح حتى تتمكن من الحوار والنقاش مع الأطراف الأخرى والبحث عن حلول لتسوية الخلافات، كما تحتاج لمهارات الاتصال والتواصل، حيث تستطيع الابتعاد عن المشاكل عبر التواصل الفعال والدقيق، كما تحتاج إلى الذكاء العاطفي، حيث يحتاج فن إدارة الصراع للذكاء العاطفي لمعرفة طريقة تفكير الآخرين ومشاعرهم وإدراك نقاط الضعف والقوة لديهم. ومن المهارات الأساسية التي لابد للقائد معرفتها مهارة حل المشكلات، فأن المشاكل داخل بيئة العمل وعدم التواصل الجيد بين الأعضاء يؤدي إلى الصراع. لذلك لا يمكن الاستغناء عن مهارة حل المشكلات باستخدام مختلف الوسائل وتعزيز الحوار الفعال مع الأطراف من أجل التوصل لحلول يمكن تنفيذها على أرض الواقع وإدارة الصراع بشكل فعال.
إتقان القائد لهذه المهارات يستطيع التوجه لممارسة واحدة أو أكثر من استراتيجيات العلمية لإدارة الصراع للتخفيف من حدة الصراع وتكييفه لخدمة المنظمة، وبنفس الوقت الانتفاع من آثاره الإيجابية لتحقيق أهدافها المشهودة. ومن أساليب إدارة الصراع التنظيمي مخطط توماس وكلمر، حيث استخدما مخططاً له بعدان يحددان سلوك الفرد من خلاله، ويمكن تصنيف هذا السلوك على طول هذين البعدين وهما بعد التعاون، ويحدد هذا البعد الدرجة التي يصلها الفرد في إشباع حاجات الطرف الآخر، وتمتد من درجة غير متعاون إلى درجة متعاون. البعد الثاني وهو بعد الحزم، ويمتد من درجة غير حازم إلى درجة حازم، ويحدد هذا البعد الدرجة التي يصل إليها الفرد في إشباع حاجاته. وينتج من توحيد هذين البعدين 5 أساليب لإدارة الصراع. أولاً، استراتيجية المنافسة، وتمثل عملية المنافسة رغبة كل فرد من الأطراف المتصارعة في تلبية مطالبه وتحقيق توقعاته وآماله على حساب مصالح وآمال الآخرين، بمعنى رغبة ذلك الفرد في توظيف موارد وبرامج المنظمة في تلبية مطالبه دون مبالاة باهتمامات ومطالب باقي الأفراد الموجودين في المنظمة. ويطلق على هذا الأسلوب العديد من المسميات الأخرى مثل الإكراه أو الإجبار أو السيطرة، وكلها تصب في بؤرة واحدة وهي رغبة الأفراد في تحقيق مصالحهم الشخصية مهما كلفهم ذلك من صراعات أو صدامات مع مطالب الآخرين. ويتضمن هذا الأسلوب رغبة الأطراف المتصارعة في الاعتماد على نفوذهم والسلطة التي في أيديهم، والاستناد أيضاً إلى مهاراتهم الشخصية والمهنية والأكاديمية في الخروج من موقف الصراع بنتيجة الفوز. وقد يقوم أحد الأطراف إذا لم يقدر على تلبية مطالبه بالعمل على عرقلة المطالب والاهتمامات الخاصة بالطرف الآخر من الصراع. استراتيجية التعاون، يكون أسلوب التعاون حينما يرغب طرفا الصراع في إشباع حاجات كل الأطراف. تظهر لدينا حالة المشاركة والبحث لتحقيق نتائج مفيدة لجميع الأطراف، ويتميز هذا الأسلوب بالتوكيدية والتعاون الجماعي، وذلك لأنه يقوم على أساس نظرية لا خاسر أي win to win، لأن إدارة المنظمة التي تعتمد على أسلوب التعاون لإدارة الصراع تريد وتحاول أن تعمل بصورة جماعية وتعاونية مع أطراف النزاع للتوصل إلى احتواء وحل الصراع بالأسلوب الذي يلبي مطالب واهتمامات أطراف الصراع جميعا. استراتيجية التسوية، هذه الاستراتيجية هي وسيط بالاهتمام بالذات وبالآخرين، حيث يتنازل كلا الطرفين من أجل التوصل إلى قرار مشترك. وتعد هذه الاستراتيجية من الوسائل التقليدية لحل الصراعات، وتستخدم عند تقبل أحد الأطراف عن التخلي عن حق له أو ميزة معينة مقابل تخلي الأطراف الأخرى عن حق أو ميزة مماثلة. وتكون هذه الاستراتيجية مثالية عندما يوجد طرفان متصارعان يمتلكان قوة متناسبة ويسعيان أيضاً لتحقيق أهداف مشتركة. الاستراتيجية الوسطية، وتكون عندما يتخلى كل طرف من أطراف الصراع عن شيء معين، وفي هذه الحالة لا يظهر طرف رابح وآخر خاسر، بل هناك رغبة لتقسيم الشيء وقبول الحل الذي يحقق الرضا لكلا الطرفين. والخاصية المميزة للحلول الوسطية أن كل طرف ينوي التخلي عن شيء ما. استراتيجية التجنب، يتضمن هذا الأسلوب بصفة عامة التغاضي عن أسباب الصراع. ومن الطرق الممكن استخدامها في هذا الأسلوب الإهمال، حيث يتم تجاهل الموقف كله على أمل أن يتحسن بعد فترة من الزمن من تلقاء نفسه. ولكن يعاب على هذه الطريقة أنه يمكن أن يزداد الأمر سوءاً بمرور الزمن، حيث لم يتم تحديد مصادر وأسباب الصراع الحقيقية.
استراتيجيات التعامل مع الصراع على مستوى الأفراد. استراتيجية الخسارة الكاملة، وهذه الاستراتيجية لا تحقق لأحد من أطراف الصراع رغباته أو أهدافه الحقيقية، فتبقى الأسباب الحقيقية لهذا الصراع على حالها. في استراتيجية الكسب للجميع، فهي استراتيجية حل الوسط، أي التوصل إلى حل وسط لجميع الأطراف المتصارعة. وقد ينتهي الأمر بالطرفين للتضحية بشيء ما، لكن بالمقابل سوف يكسبان شيئاً آخر. وفي استراتيجية يكسب فيها طرف واحد ويخسر الطرف المقابل، وتكون هذه الاستراتيجية عندما يثبت أحد الأطراف بشدة أن منظوره هو المنظور الصحيح، فيضطر الطرف الآخر إلى التراجع. ولكن هذه الاستراتيجية تحقق لطرف معين رغباته وأهدافه على حساب رغبات وأهداف الطرف الآخر. ومن استراتيجيات التعامل مع الصراع على مستوى المنظمة استراتيجية التجنب، حيث يميل الأشخاص إلى تجنب الصراع عندما يحاولون الابتعاد عن الانخراط فيه، مما يسمح لهم بتجاهل وجود المشكلة. فهناك العديد من المواقف التي يمكن أن يكون فيها التجنب هو الحل المناسب، مثلاً عندما لا يكون هناك حل واضح، أو عندما يحتاج الأطراف وقت أكثر للتهدئة قبل المواجهة. استراتيجية التهدئة، حيث يتم التوصل إلى حل وسط يرضي الأطراف المتصارعة، وقد يحقق لكل منهما مكاسب جزئية، وتكون هذه الاستراتيجية ملائمة إذا كانت الأهداف مهمة جداً وتتطلب حلول سريعة، حيث أن مدخل التسوية لإدارة الصراع يعتبر بالأساس أحد أنواع المساومة. استراتيجية استخدام القوة، وتكون من خلال تدخل جهة أخرى ليست طرفاً في الصراع أو النزاع، لمحاولة حل هذا الصراع عن طريق التنسيق والتكامل بين الأطراف المتصارعة، ويمكن أن يكون الطرف الثالث المدير أو أحد زملاء العمل من الأشخاص القادرين على حل الصراعات والنزاعات. استراتيجية المواجهة أو المجابهة، وتعد هذه الاستراتيجية استراتيجية ناضجة، حيث تتمثل بطرح الحقائق بموضوعية بين جميع الأطراف المتصارعة وجهاً لوجه في جو لا تسوده العواطف أو الضغوط، لمحاولة التوصل إلى حل واقعي، ويمكن آنذاك التعاون أيضاً لإيجاد الحلول المشتركة بينهم. وبالنسبة لاستراتيجية التسوية أو المساومة، حيث تعد هذه الاستراتيجية وسيلة فاعلة للتفاعل مع الصراع، يتم التوصل إلى حل وسطي يرضي الأطراف المتصارعة ويحقق لكل منهما مكاسب جزئية كما تحدثنا. وقد أطلق العلماء على عملية المساومة باستراتيجية ميني ماكسي، حيث أن الغرض منها الوصول إلى حل معقول لكلا الطرفين المتنازعين، وذلك بناء على افتراض أن الأفراد يرغبون غالباً في ترك شيء ما من أجل الحصول والاحتفاظ بشيء آخر. واستناداً لذلك، فإن المفاوضين عليهم القيام بطرح 4 أسئلة على أنفسهم قبل البدء بعملية التفاوض، وهي: ما هو الحد الأدنى الممكن قبوله؟ ما هو الحد الأدنى الذي يمكن طلبه؟ وما هو الحد الأعظم الذي يمكن التنازل عنه أو رفضه؟ وما هو الشيء الأقل الذي يمكن منحه؟ إن الإجابة على هذه الأسئلة توفر إطار عمل متكامل لحل الصراع، ويمكن أن تمنح قيماً يتم قبولها من كلا الطرفين المتنازعين. لذلك تعتبر استراتيجية التسوية استراتيجية فاعلة لحل الصراع، ويمكن للمديرين أن يطوروا مهاراتهم في هذا المجال لاستخدامها كاستراتيجية مناسبة. استراتيجية تدخل جهة أو طرف ثالث، وتعني تدخل جهة أخرى ليست طرفاً في النزاع لمحاولة حله عن طريق التنسيق والتكامل بين الأطراف المتصارعة، ويمكن أن يكون الطرف الثالث هو القائد أو أحد زملاء العمل من الأشخاص القادرين على حل النزاعات وأصحاب السمعة الجيدة. إن الاستخدام الفاعل لهذه الاستراتيجية يكون عن طريق تخصيص شخص يطلق عليه Integrator،
الذي تكون مهمته الرسمية حل النزاعات والصراعات داخل المنظمات، خاصة يتم اللجوء إليه في الحالات التي تحتاج إلى إجراءات تتقاطع مع سياسة المنظمة في حل النزاعات، ويتباين دور الطرف الثالث وهو الوسيط من حيث السيطرة على العملية وفقاً لمهاراته وقدراته الشخصية. ومن الاستراتيجيات المستخدمة لإدارة الصراع التنظيمي نذكر سريعاً استراتيجية الانضمام، وتعني ضم الأطراف المتصارعة لجماعة جديدة مثل دم شركتين متنافستين في شركة واحدة أو قسمين في منظمة معينة في قسم واحد. استراتيجية العملية الديمقراطية، تنفذ هذه الاستراتيجية عن طريق الاجتماعات والندوات واللقاءات والمؤتمرات لتبادل وجهات النظر واستخدام التصويت في اتخاذ القرارات أو من خلال التمثيل عنهم في اللجان. استراتيجية تبادل الوظائف، حيث أن الصراع أحياناً يمكن أن يدار بطريقة بسيطة تسمى تبادل الوظائف، أي إشغال كل طرف لموقع الطرف المتصارع الآخر، حيث أن هذا الموقع يمكنه من فهم المهمات والمشكلات والاتجاهات، ويكون على اطلاع مباشر بمجريات الأمور، مما يجعل هذا الفرد أكثر استيعاباً للمشكلة، وبالإمكان إزالة بعض الظروف التي تسبب الصراع من خلال استخدام هذه الاستراتيجية، أي تبادل الوظائف. استراتيجية التعاون، وهي إحدى أسلوب حل الصراعات الأكثر فائدة، لأنه غالباً ما يكون موقف مريح للجانبين ويجعل جميع الأطراف سعداء. وتسعى استراتيجية التعاون إلى عمل الجماعات بشكل متناغم من أجل بلوغ الأهداف، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة موارد المنظمة. ويحتاج هذه الاستراتيجية إلى قناعة الأفراد الذين يستخدمونها بأن الصراع مشكلة لابد من حلها سوياً، بدلاً من رؤيتها كمعركة لابد من الفوز فيها. وتكون هذه الاستراتيجية مهمة خاصة وضرورية عندما يتطلب حل المشكلات رؤية جديدة. استراتيجية المجابهة، وهذه الاستراتيجية تسمى بالاستراتيجية الناضجة، حيث تتمثل بطرح الحقائق بموضوعية بين الأطراف المتصارعة وجها لوجه في جو لا تسوده العواطف أو الضغوط، لمحاولة التوصل إلى حل واقعي. استراتيجية توسيع الأهداف، وتعني هذه الاستراتيجية إضافة أهداف جديدة أو تنويع الأهداف الحالية، حيث تصرف نظر تركيز الجماعات على الأهداف الشخصية إلى الأهداف الجماعية، وبالتالي إزالة الظروف التي تؤدي إلى الصراع. وفي ختام مناقشة استراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي، لابد من القول بإمكانية القادة لاستخدام أكثر من استراتيجية واحدة في إدارة الصراع التنظيمي، ولكن لابد أن يتوافق ذلك مع شكل الصراع، طبيعة الموقف، وقدرة القائد على تنفيذ الاستراتيجية بنجاح. العدل هو أساس الحكم، فلا بد للقائد أن ينصف خصمه وأن ينصف بين من والله الله أمرهم، فلا بد أن يستشعر دائما بعظم الأمانة وثقل المسؤولية. والقائد الجيد هو من يكون عقله منفتحا ويرى الأشياء من منظور آخر، ويتمتع بالمرونة، ويكون مستمعا جيدا للآخرين ومبتعدا عن التعصب. كما يعمل القائد الجيد على تغيير العادات التي اتبعها سابقا وفق الظروف الحالية، وعلى القائد أيضا التعامل مع الأفراد دون الإكثار من الحزم أو الإكثار من اللين. عندها يكون القائد قدوة للأفراد، فسوف يسعى الأفراد إلى التفوق والتميز احتذاء بقائدهم. ومن أدوار القائد لتجنب الصراع توضيح أهداف المنظمة وإمكانية تطبيقها، استخدام المنهج العلمي في اختيار وتعيين الأفراد العاملين، توضيح الأدوار والأهداف المطلوبة لكل فرد في المنظمة، الاتصال الفعال وتطوير قنوات الاتصال في مختلف الاتجاهات، التعلم المستمر لتنمية وصقل مهاراته وقدراته وقدرات الآخرين، تنمية مستوى الثقة بين الأفراد أنفسهم وبين المنظمة،
وتوحيد معايير التقييم وأسس توزيع المكافآت، والقيام بمسوحات مستمرة حول الرضا الوظيفي لدى العاملين. وقبل أن ننهي المحاضرة، لنستذكر أهم ما ورد بها. تحدثنا في بداية المحاضرة عن السلوك الإنساني بأنه الأفعال والنشاطات التي تصدر عن الفرد في حياته العامة والخاصة، ويعبر عنها من خلال علاقاته بمن حوله، وأن هذا السلوك هو سلوك هادف ومتنوع ومتغير، ويستطيع أن يتكيف مع المواقف التي تواجه الفرد. كما تحدثنا عن السلوك التنظيمي ومحاوره، حيث أن السلوك التنظيمي يعبر عن دراسة سلوك الأفراد داخل المنظمات من خلال فهم والتفسير والتنبؤ والتحكم بهدف تحسين فعالية المنظمة وتحقيق أهدافها. والمحاور السلوك التنظيمي الفرد، أي يعبر عن السلوك التنظيمي الجزئي والجماعة، وتعبر عن السلوك التنظيمي الوسطي والهيكل، ويعبر عن السلوك التنظيمي الكلي. وتحدثنا عن أهمية السلوك التنظيمي وأهدافه من خلال فهم الأبعاد النفسية والسلوكية للإنسان، وبالتالي يركز على سلوكيات وتفاعلات العنصر البشري الذي يعتبر أهم عناصر الإنتاج في المنظمة. فنجاح أي منظمة مرهون، كما تحدثنا، بنجاح وتفعيل العنصر البشري وتحسين أدائه باستمرار. وتحدثنا أن الثقافة هي روح الشعوب وتطلعاتها، والثقافة التنظيمية هي المنهج التفكيري لأعضاء المنظمة، والتي تؤثر في أسلوب ملاحظاتهم وتفسيرهم للأشياء داخل المنظمة وخارجها. ومن خصائص الثقافة التنظيمية الإنسانية الاكتساب والتعلم، الاستمرارية، التراكمية، الانتقائية، والقابلية للانتشار والتغيير والتكاملية. تحدثنا في هذه المحاضرة عن اختلاف الصراع عن التنافس، بأن الصراع هو سلوك هدفه إعاقة الطرف الآخر، ويعبر عن حالة من تعارض في المصالح والأهداف، بينما التنافس هو الوصول إلى الهدف دون محاولة الإعاقة أو الإساءة أو الإضرار بالطرف الآخر. ومن هنا عرفنا الصراع التنظيمي بأنه عبارة عن التعارض الناتج من تضارب الأهداف بين جماعة وأخرى داخل المنظمة. ومن أسباب الصراع عدم توافق الأهداف والمشاكل في التصميم، وأيضا صراع الأدوار والجو الذي يشجع على الصراع. كما قسمنا أسباب الصراع إلى أسباب تنظيمية مثل محدودية الموارد والتداخل بين الأنشطة وعدم وجود نظام اتصال فعال واختلاف القيم والاتجاهات واستقلال المهام بين الوحدات الإدارية والعاملين فيها، بالإضافة إلى عدم تحديد الصلاحيات والمسؤوليات. ومن الأسباب الشخصية تفاوت الخلفيات الثقافية والاجتماعية والتعليمية لدى العاملين، وعدم الرضا عن العمل، مما يؤدي إلى عدم التعاون فيما بينهم. ومن مؤشرات الصراع التي ذكرناها والتي تسبق الصراع انعدام الثقة والاحترام، تشويه وتحريف المعلومات، تزايد الخلافات داخل الجماعات، وانخفاض الروح المعنوية، وفقدان التعاون. وذكرنا أن الصراع مر بنظرتان أساسيتان، أو التطور الفكري للصراع كان من خلال النظرة التقليدية له بأنه ظاهرة سلبية، والنظرة التفاعلية بأنه ظاهرة طبيعية وانعكاس طبيعي للتجديد. ومن الآثار السلبية التي ذكرناها للصراع ظهور تصرفات غير مرغوبة كالتطرف والقلق، ظهور الإشاعات وانخفاض الإنتاجية، إعاقة العمل التعاوني، وتبديد الجهود والطاقات، وهدم المعنويات. ومن الآثار الإيجابية للصراع إبراز القدرات الكامنة لدى الأفراد، إيجاد حلول ابتكارية جديدة للمشكلات، إتاحة فرص النقاش والحوار الهادف بين العاملين، وتوفير فرص أفضل للتغيير
واحترام التنوع الثقافي ووجهات النظر المختلفة. واعتمدنا نموذج بوندي الذي يوضح مراحل الصراع التنظيمي بدءا من مرحلة الصراع الكامن أو الغير الظاهر، ثم مرحلة إدراك الصراع، ثم مرحلة الشعور بالصراع، ثم مرحلة ما بعد الصراع. وفي مستويات الصراع تحدثنا عن الصراع داخل الفرد والصراع بين الأفراد وبين الجماعة وبين الجماعات المختلفة وبين المنظمات، كما تحدثنا أن هناك أساليب عامة لإدارة الصراع مثل تشخيص أسباب الصراع ومعرفة مصادره، التركيز على الأسباب الحقيقية، إدخال طرف ثالث محايد، التوافق والتنازلات، المواجهة والمصارحة، وأيضا اللجوء للمستويات العليا لتنفيذ القواعد والأنظمة. ومن الاستراتيجيات العلمية للتعامل مع الصراع ذكرنا استراتيجية الخسارة الكاملة، واستراتيجية يكسب فيها طرف واحد، واستراتيجية التجنب والتهدئة، واستراتيجية القوة والمواجهة. كما تحدثنا عن أدوار القائد لتجنب الصراع من خلال توضيح أهداف المنظمة وإمكانية تطبيق هذه الأهداف للعاملين، استخدام المنهج العلمي في اختيار وتعيين الأفراد، توضيح الأدوار والأهداف المطلوبة من كل فرد داخل المنظمة، الاتصال الفعال وتطوير قنوات الاتصال في مختلف الاتجاهات داخل المنظمة، والمواصلة التعلم لتنمية وصقل المهارات والقدرات للقائد وللعاملين، وتنمية مستوى الثقة بين الأفراد أنفسهم وبين المنظمة، وتوحيد معايير التقييم وأسس التوزيع للمكافآت، والقيام بمسوحات شاملة حول الرضا الوظيفي لدى العاملين. وفي الختام، لا بد من التذكير بأن ظاهرة الصراع من الظواهر الطبيعية التي تحدث في كافة المجتمعات البشرية، ذلك لأن التنظيمات بطبيعتها تولد مواقف منتجة للصراعات، حيث تشير معظم الأدبيات إلى أن وجود الصراع في المنظمات أمر طبيعي على اعتبار أنها في حالة من النمو والتطور، والصراع لا يعتبر حالة شاذة أو استثنائية في سلوك الأفراد أو الجماعات، بل هو حالة شائعة، ومن الخطأ النظر إلى حالات الصراع التي قد تنشأ في المنظمة كواقع غير مرغوب فيه أو كسلوك يجب التخلص منه، باعتبار أن الصراع ملازم للحياة البشرية المتغيرة والمتجددة باستمرار، وتشكل ظاهرة الصراع عبئاً على بعض المديرين، حيث أشارت الجمعية الأمريكية للإدارة في إحدى دراساتها بأن المدير يستغرق حوالي 20% من وقته في معالجة وإدارة الصراع التنظيمي. لذلك الاتجاه الحديث هو ليس تجنب الصراع، بل كيفية إدارته بحيث تكون المنظمة قادرة على تكييفه لمصلحتها وتحقيق أهدافها، وهو ما يسمى بحالة التوازن. فعندما يكون الصراع أقل من الحالة المرغوب بها، فإن ذلك يؤدي إلى الجمود واللامبالاة، مما يستدعي استخدام استراتيجيات لإثارة الصراع داخل المنظمة. أما إذا كان الصراع أكثر من الحالة المرغوب بها، فإن ذلك يؤدي إلى الفوضى وانعدام السيطرة، وبالتالي انهيار المنظمة، مما يتطلب استخدام استراتيجيات لتخفيف حدة الصراع. لذلك التوازن حالة مطلوبة من أجل استمرار العملية الإنتاجية والإبداعية وتحقيق مستوى عال من الأداء والحفاظ على الميزة التنافسية للمنظمة. وبهذا أعزائي الطلبة نكون قد أنهينا المحاضرة السادسة في هذا المساق، والتي كانت بعنوان إدارة الصراع. أترككم مع مقولة روبرت تاونسون: القائد الجيد لا يحاول القضاء على الصراع، بل يحاول منع الصراع من إضاعة طاقات العاملين لديه.
ويقصد روبرت أن الصراع يولد آثار نفسية سلبية لدى أطراف الصراع، كزيادة الشحن النفسي والتوتر العصبي وظهور السلوكات العدوانية في محيط العمل، مما يستنزف طاقات أطراف الصراع، وذلك يؤدي إلى انخفاض في مستويات الدافعية والشعور بالانتماء وتراجع الثقة، مما يؤدي إلى انخفاض الأداء وضعف الإنتاج وإعاقة المنظمة في عملية تحقيق أهدافها. الموضوع القادم إن شاء الله سوف نتحدث عن إدارة الأزمات والمخاطر. شكراً لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.